انما سبق ذكر 73,408 شعبة أدبية و36,429 طالب في شعبة العلوم والرياضيات. الحد الثالث كان وفقا لما تم إعلانه في بداية فتح باب القانون التنفيذي، الشعبة العلمية 362 درجة أكبر، وده تقريبا بنسبة 89.29%. الشعبة الهندسية 342 درجة أكثر بنسبة 83.41%. والشعبة الأدبية 289 درجة ونص، وده بنسبة تقريبا 70.71%. الشعبة العلمية اللي هي 362 درجة أكثر، كان الحد الأدنى السنة اللي فاتت 22 في قطاع الطب 375.6، وده تقريبا نسبته 91.60%. السنة دي الحد الأدنى لهذا العام 2023 القطاع الطبي أمل حتى أدنى 374 درجة ونص بنسبة 91.34%. أما طب الأسنان برضه لو نقارنها بالعام الماضي، كان الحد الأدنى 374.5 درجة بنسبة 91.34%. السنة دي الحد الأدنى طب الأسنان 373 درجة بنسبة 97.7%. قطاع العلاج الطبيعي الحد الأدنى لو قارناه السنة اللي فاتت كان 372 درجة بنسبة 90.73%. السنة دي الحد الأدنى للقانون للعلاج الطبيعي 369 درجة ونص بنسبة 90.12%. وأخيرا الصيدلة، الحد الأدنى للقبول في قطاع الصيدلة في العام الماضي كان 369 درجة وده 90%. السنة دي الحد الأدنى للقبول في قطاع الصيدلة 367 درجة بنسبة 89.51%. عايز برضو أطمن ولادنا إن المرحلة الثانية في كليات ما زال هناك أماكن شاغرة فيها في هذا القطاع، الطب البيطري، التمريض، كليات العلاج.